من هو ريتشارد قلب الأسد؟ ريتشارد قلب الأسد هو أحد الشخصيات التي كان لها تأثير كبير في التاريخ البشري بأكمله، وعرف بريتشارد الأول ملك إنجلترا أو ريتشارد الرابع كدوق نورماندي، وقد حصل على لقبه كريتشارد قلب الأسد قبل تتويجه أيضا كحاكم لإنجلترا، وهذا بسبب سمعته وإنجازاته الحربية. وقد عرف ريتشارد قلب الأسد لدى المسلمين والعرب على وجه التحديد خلال الحروب الصليبية وصراعه مع صلاح الدين الأيوبي في رحلته لتحرير القدس وأراضي المسلمين من الاحتلال. ولد ريتشارد في 8 سبتمبر لسنة 1157 ميلادي في إنجلترا، وقد كان الابن الشرعي الثالث لأبيه الملك هنري الثاني بعد أخويه الشرعيين ويليام التاسع وهنري الملك الشاب، ولذلك لم يكن أي أحد يتوقع منه الوصول إلى العرش على الإطلاق لترتيبه المتأخر في العائلة الملكية لولا وفاة أخيه الأكبر ويليام قبل ولادته وموت أخيه هنري الملك الشاب في حياة أبيه بعد أن توجه أبوه ليشارك في الحكم من صغره، وبذلك أصبح ريتشارد الابن الأكبر والوريث الشرعي لإنجلترا. فيما بعد تحالف ريتشارد مع فيليب الثاني ملك فرنسا، وبعد هذا التحالف حاول ريتشارد الوصول إلى العرش فقام بالانضمام إلى حملة فيليب على إنجلترا، وقاموا بهزيمة هنري الثاني في سنة 1189 ميلادي، وتم تعيين ريتشارد خليفة لهنري الثاني، وبعد يومين من ذلك توفي هنري الثاني وتوج ريتشارد دوقا لنورماندي وملكا لإنجلترا في دير ويستمنستر. خلال الحملة الصليبية الثالثة التي قادها ريتشارد على الأراضي المقدسة، أجبر صلاح الدين الأيوبي ريتشارد على الالتزام بهدنة مدتها 3 سنوات، فكان من شروط الهدنة هدم جميع قلاع عسقلان والسماح للحجاج المسيحيين بالدخول إلى القدس، وقد كان ذلك سنة 1192. وبعد الهدنة بدأ ريتشارد برحلة الرجوع إلى بلاده، وكأنه أجبر بسبب الطقس السيء على النزول في كورفو التي كانت تتبع للبيزنطيين، ولكن وبسبب الخلافات فيما بينه وبين البيزنطيين اضطر ريتشارد إلى الإبحار مع مرافقيه خارجا من كورفو، ولكن سفينته تحطمت خلال الرحلة وانتهى به المطاف بعد تحطم سفينته إلى الأسر على يد دوق النمسا، والذي قام بتسليمه فيما بعد إلى الإمبراطور هنري السادس، والذي طلب فدية عظيمة مقابل إطلاق سراحه، فجمعت أمه الفدية وأرسلتها له، فتم تحريره سنة 1194 ميلادي. بعد مصارعات مع ملك فرنسا لاستعادة أراضيه والتي كانت قد احتلت أثناء أسره، وفي 25 مارس سنة 1199 قام أحد الجنود برمي سهم في كتفه أثناء تجوله في قلعته وتفقده للجنود من دون ارتداء الدرع، وقد قام الطبيب الذي أخرج السهم من جسمه بطريقة خاطئة بإخراجها، مما أدى إلى تحوله إلى غارغرينا، والتي أدت إلى موته في 6 أبريل بين يدي والدته، وقد طلب الملك قبل وفاته أن يأتوه بقاتله، فكان صبيا ادعى أن الملك قد قتل أباه وأخيه وأراد الانتقام. وقد سامح ريتشارد قاتله وأمر بإعطائه 100 شلن، فتم إطلاق سراح الصبي.